حرصاً على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وحل الشكاوى الخاصة بمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، النهاردة الهيئة العامة للرعاية الصحية أعلنت عن عقد اجتماع تنسيقي بين كل من فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وإدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية للتنسيق والتفعيل الإلكتروني لانضمام الهيئة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بهدف تلقي وسرعة حل شكاوى المواطنين ومنهم منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بشكل عاجل وفعال يضمن تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة لهم بأعلى معايير الجودة العالمية. لتفاصيل أكثر عن الاجتماع معنا على تليفون دكتور أحمد دنقل مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية. مساء الخير يا دكتور، في البداية قولنا إيه اللي بيعكسه تعاون هيئة الرعاية الصحية مع منظومة الشكاوى الحكومية؟ مساء الخير أستاذ ريهام، بمسي على حضرتك وعلى فريق الإعداد المحترم وبشكر حضرتك على المتابعة الدورية وبمسي طبعا على السادة المشاهدين الأفاضل. باختصار يا فندم، احنا عندنا اداره جديده داخل الهيئه العامه للرعايه الصحيه تحمل اسم الاداره العامه لرضاء المنتفعين. طبعا دورها بيكون التواصل الدوري والمستمر مع منتفعي التامين الصحي الشامل من محافظات التي بالفعل تم تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل بداخلها. طبعا ده كان الغرض منه ان احنا نوحد جهه الاختصاص في التواصل مع العملاء او المنتفعين بخدمات التامين الصحي الشامل. كان من اهم اهداف الاداره طبعا ان احنا نركز على استراتيجيه مصر 2030 واللي بتنص في اهم بنودها واهم استراتيجياتها حول النهوض بصحه المواطن في اطار العداله والانصاف، من خلال ان انا اكون قادر باستمرار على ايصال صوت المواطن وتعليقاته وانتقاداته عن الخدمات المقدمه في اطار الشفافيه والمساواه. الحقيقه طبعا كان دي من اهم الاهداف العامه ل تفعيل مسمى جديد تماما بتتبناه الهيئه العامه للرعايه الصحيه الا وهو رضاء المنتفعين بخدمات التامين الصحي الشامل. طبعا عندي محاور عمل رئيسيه داخل هذه الاداره، من اهم هذه المحاور طبعا اليات التواصل مع المنتفعين او مع المستفيدين بخدمات التامين الصحي الشامل، ويمكن احنا عندنا منظومه اتصالات عاليه الجوده كول سنتر تم إنشاء وتفعيله من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، بيقدم خدمات عديدة جدا منها الرد على استفسارات الناس على مدار اليوم، منها كمان إن هو بيحجز بيقوم بعملية الحجز المميكن والإلكتروني للعيادات داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية. يعني دلوقتي مواطن التأمين المنتفع بتأمين الصحي الشامل مش في حاجة إن هو يتوجه للمنشآت إلا من خلال إن هو يقوم بالحجز المسبق ويتم توجيهه في نفس اليوم علشان يتم اجراء الكشف الطبي اللازم عليه. ايه ابرز اللي تمت الاتفاق عليه في الاجتماع يا دكتور؟ من ابرز يا فندم المحاور، من ابرز الاهداف طبعا اللي تم الوصول اليها من خلال الاجتماع مع الساده ممثلي منظومه الشكاوى الحكوميه بمجلس الوزراء، ان يبقى في تعاون دوري ومستمر، واحنا بالفعل متعاونين مع منظومه الشكاوى الحكوميه من شهر 3/2021، ويمكن عندنا دلوقتي نسبه انجاز الشكاوى التي تم استقبالها من خلال منظومه الشكاوى الحكوميه الموحده تصل الى 96%. طبعا باستمرار احنا بنعتبر منظومه الشكاوى الحكوميه لها السبق في التفعيل والتواصل مع المواطن المصري، على اعتبار ان هي تم تاسيسها بقرار السيد رئيس الجمهوريه ودوله رئيس الوزراء. فطبعا تم الاتفاق على توحيد والتعاون المشترك بيننا وبينهم خلال المرحله القادمه ان شاء الله من خلال اليه عمل موحده يقدر يثق ويقدر يصل المواطن بسرعه من خلال هذه المنظومة ويوصل لنا إحنا كمان بشكل دوري. حضرتك المشرف العام على إدارة رضاء المنتفعين في الهيئة العامة للرعاية الصحية، أبرز شكاوى المواطنين إيه؟ ومدى رضائهم كمان عن الخدمات المقدمة ليهم؟ طيب إحنا طبعاً عندنا يعني عدة آليات بيتم من خلالها نوصل ونقيس مؤشر رضا العميل أو المنتفع بخدمات التأمين الصحي الشامل، منها طبعاً استطلاعات الرأي الميدانية اللي بيتم إجراءها من خلال فريق العمل القائم على إدارة رضا المنتفعين بالمنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية. عندي كمان بيتم الاتصال من خلال الكول سنتر الخاص بالهيئة بالمنتفعين علشان نعمل استطلاع رأي دوري عن مدى رضائهم عن هذه الخدمات المقدمة ليهم، وبيتم طبعا بشكل مستمر مقارنة ما يتم إجراءه ميدانيا وما يتم إجراءه من خلال الكول سنتر علشان نصل للشفافية الكاملة في عملية القياس. أبرز الشكاوى اللي بيتم استقبالها، يمكن علشان باعتبار أن المنظومة
لسه جديده، والمواطن لم يعتاد ان هو يعني يستفيد بالخدمات في ظل منظومه تامين صحي شامل، فبيكون ابرز المشاكل او الشكاوى عنده عدم درايته احيانا بالنظام في بعض الخدمات اللي هو بيطلب توفيرها ويعني ضمها وادراجها لخدمات الهيئه العامه للرعايه الصحيه والتامين الصحي الشامل. وطبعا بيتم العمل على هذه الشكاوى بشكل دوري وبيتخذ فيها قرارات حاسمه ان بيتم توفير هذه الخدمات. اكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور، دكتور احمد دونقل، مدير اداره الازمات والكوارث والمشرف العام على اداره رضاء المنتفعين بالهيئه العامه للرعايه الصحيه.